اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفة لحمة لذيذة وفيها بهارات كتير. هي لحمة فيندالو. اللحمة دي علشان نعملها عايزين لحمة طبعا، بنقطعها زي كباب الحلة، وممكن لحمة خروف وممكن لحمة عادية. وعايزين كمان بصل، عايزين 2 فص ثوم، عايزين معلقة كبيرة جنزبيل مبشور، معلقة صغيرة كركم، ملح وفلفل، 2 كبار خل، 1/2 معلقة صغيرة حبهان مطحون، 1/2 صغيرة حلبة مطحونة، 2 صغيرين كمون، 2 صغيرين شطة مجروشة، و2 كبار من السمنة. فأول حاجة هنعملها طبعا دلوقتي هي إن إحنا هنحط السمنة على النار، وطبعا سمنتنا هي جنة. هناخد أول حاجة اللحمة، نحمرها هنستنى بس عليها شوية. خلينا نروح نشوف الرز أخباره إيه. الرز بس يقرب يستوي هحط له شوية عصير البرتقال، أنا بحب أحطه في الآخر عشان يفضل محتفظ بنكهته أكتر من لما بنحطه في الأول خالص مع المية. فهنحط تقريبا يعني 1/3 كوباية كده، ونسيبه على النار كمان يعني 10 دقايق. كده بتفضل النكهة بتاعت البرتقال أقوى، بس طبعا ممكن تحطوه في الاول زي ما قلنا. بس شوية كده على ما تتحمر اللحمة. شايفين لما بنحط اللحمة في حلة بتكون سخنة ما بتنزلش ميتها خالص، لازم الحلة تسخن كويس، وبعدين نحط السمنة اللي عندنا، وبعدين لما تسخن السمنه كمان طبعا هتسخن على طول لان الحله اصلا سخنه، على طول بنروح منزلين عليها اللحمه كده او بقى الفراخ، فكده ما بتنزلش ميه. هي دي الطريقه الصح اللي احنا المفروض نحط بيها اللحمه على النار. هنحط بقى دلوقتي البصل، هنحط الثوم، وهنحط الجنزبيل اللي عندنا كمان، نحط بقى التوابل اللي عندنا. عندنا الكمون 2 معلقة، وعندنا 1 معلقة صغيرة من الحلبة، وعندنا 1 معلقة صغيرة من 2 شطة، بس طبعا انتوا حرين يعني هتتحملوا 2 معلقة ولا لا. عندنا 1/2 معلقة من الحبهان المطحون، وعندنا كركم، وعندنا شطة، انا بقول 1 معلقة كفاية، وبعدين ندوقها ونشوف ايه وضعها. كده احنا حطينا كل التوابل اللي عندنا، ناقص بس الخل. ريحة البهارات رائعة، تبقى حلوة البهارات لما تتحط في مكانها الصح، يعني
لما بيكون في وصفه مش عايزه بهارات كتير وبتحط لها بهارات كتير انا بحسها بتبوظ الاكله، بس لما بتكون البهارات في مكانها بتبقى الاكله فعلا حلوه. ودي من الوصفات اللي بتاخد بهارات. نحط بقى الملح والفلفل. خلاص دلوقتي كله عندي اتحمر وبقى كده ممتاز. هنحط لها بقى دلوقتي شوية مية. وهسيبها على النار لغاية ما تستوي. لو نقصت المية وكانت لسه ما استوتش برجع احط لها مية تاني. هحط مع المية الخل معلقتين كبار. وهنسيبها على النار بقى زي ما قلنا لغاية ما ايه ما تستوي. لو المية نقصت برجع بحط لها مية تاني لغاية ما تستوي عندي اللحمة الفيندالو. هحطها دلوقتي هغطيها واسيبها على النار دلوقتي نار وسط، وكل شوية هبص عليها عشان اشوف اخبار المية ايه. هنطلع بعد دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله.